اهلا بيكم. هل ممكن ان مريض الكبد يصوم؟ عشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نعرف ان مرضى الكبد بينقسموا الى 3 انواع. النوع الاول هو مريض الكبد المتكافئ، ويمكن للمريض في حالات التهاب الكبد المزمنة بفيروس سي او بي او تليف الكبد في المراحل الاولى من الصيام، لكن بشرط عدم تناول الملح او المخللات او انواع الجبن الحادقه او الاطعمه اللي بتحتوي على الصوديوم زي الاكلات المحفوظه، وكمان ممنوع انه يشرب مشروب العرقسوس. النوع الثاني من المرضى هم مرضى التليف الغير متكافئ، ودول بيحظر عليهم انهم يصوموا زي مرضى تليف الكبد في المرحلتين الثانيه والثالثه واورام الكبد، وكمان مرضى الاستسقاء بالبطن. دول يحظر عليهم الصيام تماما، وده لان الصيام ممكن يضر بالكبد ويعجل بمشاكل مرضية ممكن ان هي توصل للغيبوبة الكبدية، وممكن تتدهور الحالة وتصل الى فشل كلوي. النوع الثالث هو مريض الكبد الدهني، ولو استطاع الشخص المصاب بدهون الكبد ان هو يخفض من وزنه كل اسبوع 1 كيلو خلال شهر رمضان نتيجة الصيام وتنظيم الطعام بتاعه، هينتهي الشهر وهو معالج جزء كبير من الدهون اللي على الكبد، وده لان الصوم 16 ساعة يوميا بيعمل على حرق الدهون في الكبد. ومطلوب من مريض دهون الكبد بعد الافطار التقليل من السكريات والدهون، ويكثر من تناول الخضروات والبروتينات والسوائل غير السكرية زي الدوم والعصائر الطبيعية الطازجة غير المحلاة بالسكر، وممكن ان هو يحط عليهم بس عسل ابيض، وممكن ان هو يشرب مشروبات البرتقال والليمون. اتمنى المعلومات البسيطة دي تكون فادت حضراتكم. شكرا لحضراتكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.